نحكي على نفس الموضوع، موضوع إحالة عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في هيئة مدير النادي الإفريقي على لجنة مكافحة الفساد. من الأسماء اللي وقع طرحها اسم المسير السابق مكرم العبدوقي، موجود معنا بتليفون للتوضيح. حدا بيك مكرم. مرحبا أخويا سلام، ومرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا بيك. باهي لو كان توضح لنا مكرم شنو هي الحكاية، اسكو مروان قال ما كان معنا قبل شوية قال ما عيطوا ليش، أنت شنو كيفاش بالضبط؟ والله العظيم شو نقول لك، تو أصبحنا قاعدين نشوفوا في صفحات الفيسبوك والمواقع حتى الإخبارية معناها زملائكم يشهروا بالناس، ويمكن حتى نجم أونتر بارونتيز نقول يوسخوا في الناس. مشينا نحن تم استدعائنا كشاهد، انا واحد من الناس مشيت كشاهد. انت وصلك استدعاء معناه؟ اي وصلني الاستدعاء، كلموني بالتليفون، كلمتني استاذه كشاهد باش يسمعونا فاش ينجم يكون الشبهات الفساد في النادي و و و معناه عطيت الادلاء نتاعي بخصوص شنو الموضوع بالضبط ماك. والله هما اصلا الموضوع انا تو ما نحبش نحكي في حاجات معناها ما زالت ثورة الإنجاز أو ثورة القضاء، من الحاجات اللي هما معناها ما زالوا ما شدوا حد شيء، يحبوا يعرفوا شكون كيفاش في شكون تشكوا في شنية معناها تنجم وين تكون تنجم تكون اللي تخافيك أو الاختلافات أو أو. أنا بالنسبة اليوم مش نحكي على روحي، أنا بارشة مرات عرفت العمليات تشويه وانسح يدك في مكرم وتعدى وقولوا درشن هي وهاو كوب دافريك باسكيت وهاو مع سليم الريحي خذاء وهاو انا حبيت انا نحكي على روحي. انا كمشيت كرئيس لجنة تنظيم في عهد سليم الريحي في الفترة التسييرية، انا كرئيس لجنة تنظيم لا ناخذوا فلوس ولا نصحوا على تشاكر ولا نهز فلوس، وراه رئيس لجنة التنظيم في النادي الافريقي مش من مهامه انه يطبع تشاكر ويبيعها والا انه يطبع 3000 تذكره و 4000 تذكره زايده كيما قاعدين يحكيوا له خيال ويحطها في جيبه. راهو المشمول ولا تتسكر فما قابض اللي هو الكاسيه برينسيبال وفما تريزوري هما تشملهم موضوع بيعانة تسكر وطبعانهم وهزينهم للمنطقه والعدول المنافسين وكل شيء. والحمد لله في الفترات اللي خدمنا فيها الكل ما عدنا حتى دوت وما عدنا حتى اشكال في حتى مباراه. وراهو مكرم العبروقي كرئيس لجنة التنظيم يا أخويا إسلام والسادة المستمعين، عمري ما مسيت روسات وعمري ما حطيت يدي على تساكر بيعان بالفلوس، ولا نحن مهمتنا تقتصر على تنظيم المباريات تأمين والتنسيق مع وزارة الداخلية في تأمين ليزيكيب في التنقلات نتاعهم وتحذير الظروف الملائمة في النزل وفي الملاعب خاصة خارج من تونس أو في رادس لا أكثر ولا أقل. بار كونتر نسمعوا في برشا كلام في برشا حاجات توجع، راهو عندنا عائلات، راهو عندنا ناس، راهو عندنا صحاب، راهي العباد تصدق، راهي الاشاعات كيما زي معناها تصدق. علاش ما تخرجش هيئه مكافحه الفساد تقول رانا شدينا فلان ولا فلتان؟ علاش صفحات فيسبوك تحكي وعلاش باش يكون معنا بعد شويه شكون من هيئه مكافحه الفساد مكرم؟ نحن نعرف انت عايتولك على الموضوع نتاع التذاكر هذا والا مواضيع اخرى معناها؟ لا 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 خو موضوع التذاكر انا كما قلت لك ما لا عندي فيه لا دخل لا ناقه ولا جمل، اصلا عمري ما دخلت في التذاكر وعمري ما مسيت روسيت وعمري راهو فما هيكل مستقل ليه بتساكر في النادي الافريقي وفي الجمعيات الكل نتصور معنا. فما القابض الكيسيه البرنسيبال وفما التريزوري هما اللي خرجوا تساكر من المطبعه مع العهد المنفذ يزوم للمنطقه يتبعوا يصير فيهم محضر بحث وبعد يتسلموهم يبيعوهم ويحاسبوا الكاسيير برينسيبال يحاسب التريزوري وبعد هذه هي معناها هذوما ما انا كرئيس لجنة تنظيم ما عندي حتى دخل في المواضيع هذه. انا مشيت في جلسة استماع كشاهد على مواضيع اخرى وعلى مواضيع يمكن معناها تخص الرؤساء القدم كشاهد وسلام بالعافية، ما عندي لا اكثر ولا اقل، ما عندي حتى دخل في المواضيع هذه. نجموا نعرفوا شنو المواضيع مكرمه؟ نعم نجموا نعرفوا شنو المواضيع؟ والله هيك الناس الكل ديجا معروفه المواضيع معناها نتاع عقود لاعبين معناها هما شنو حتى سؤالات معناها ما نحبش نخرج انا معناها الاجتماع اللي صار او الجلسه الاستماع من سؤالات محدده ومعروفه وديجا في الشكايات معناها اللي تيتر نتاع الشكايات هما معروفين معناها شكون المسؤول اللي تشكوا فيه كيفاش تصير عملية مثال وين تنجم تكون فما سرقة واختلاس معناها فهمت كشاهد ما فهمت سيسا معناها
واحد يمشي كشاهد في البلاد يولي غدوة مطلوب واسمه معروض في صفحات الكل اللي هو قدام القطب القضائي المالي او القطب شنو او والله شيء يوجع القلب وساسفي باك. انا تعرف مش خاف شكون المسؤول اللي مازال باش يخدم في النادي الافريقي ولا في الكوره بصفه عامه كي نوصلوا نعملوا المسؤولين كي خاصه المسؤول الناس ضحات وتعبت وتعبت برشا في حياتها في سبيل انه يعمل حاجة اللي يحبها في النادي اللي يحبه. اي ماكرم انت كلوبيست صحيح للتشهير بالعبيد معناتها انه يمشيو كشاهد يولي متهم مش به لكن مهم برشا خاطر فما عبيد وانت تعرف اكيد ما عادش برشا من النادي الافريقي ماكرم. زوما نحبوا نحاسبوهم. بالضبط اي. يا اخوان نحبوا نحاسبوهم خلي الناس تعرف وخلي الموضوع هذا يتسكر. اللي عمل لازم يخلص. اللي عمل حاجة اللي هز حتى دينار لازم يتحاسب ويخلص. واضح. هذا اللي نتسكر فيه. واضح. اما مش تمشي والا على خاطر تجبد اسم معين او رئيس معين لازم نعملوا مكياج وفيح نزيدوا معاه 5-6 اسامي اخرين. لا اللي عمل اللي يخلص كل حد يتحمل مسؤوليته. واضح. يعطيك الصحة راك وضحت ماكرم يعطيك الصحة على كل هذه الايضاحات. بعد شوية باش يكون بحضرنا شكون من هيئة مكافحة الفساد للحديث على كل هذه المواضيع. موزيكا ثم راجعين.